اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين النهاردة نعمل إعادة تدوير للمشايات اللي عندنا أهي. شايفين أنا غلفتها باللون الأحمر ده أهي، وعملتها بطريقة سهلة، وعملت لها قطعة للشكل الرمضاني. طبعا ده أنا حبيت أوريكم الفكرة. وهنا دلوقتي بعمل واحدة تانية بس هعملها باللون الإيه الكشمير. فأنا بقص بقى دلوقتي أهو القماش بتاعنا أهو، طبعا بتظبطي على قد ما انتي هتاخدي من القماش اهو، تمام كده شايفين. عايزه بقى اوريكم الفكره، طبعا انا بوريها لكم من الظهر كده، لكن هي الفكره من الوش هوريها لكم برضو اهو. شايفين اهو، طبعا دي السجاده بصوا كانت بتلم وبره ومضايقاني جدا، وكانت مقطوعه من المشايه الطويله بتاعتها، فقلت خلاص انا هقطع الايه، هشيل الحته المقطوعه دي، حتى مش حته واحده، هي كانت مقطوعه قطعتين، هوريها لكم برده دلوقتي اهو. بصوا طبعا دي برده كانت قطعه صغيره وفيها شق كده، فقلت خلاص انا هغلفها اهو، فبعمل دي او دي واعملهم وهنروح اخيطهم على المكنه دلوقتي. بس كنت عايزه اوريكم الشكل النهائي بقى بتاعها، ان هي هتبقى باللون الكشمير الجميل ده. هروح اخيطها وارجع لكم. وهنا زي ما انتم شايفين بصوا انا بعمل بقى الدواسة اللي ايه البيج في بني. انا حبيت افتح شوية من اللون البني، فقلت احط له الحتة دي من البيج. بصوا بعملها على ايدي بطريقة سهلة وبسيطة قوي اهو. انا عملت واحدة ولزقت الشكل الرمضاني اهو، لزقت الشكل الرمضاني بالايه بمسدس الشمع، طبعا اديت شكل حلو برضو اهو شايفين. وهنا دي بقى كانت كنت عاملاها فكره، وبعدين فكيتها بقى وقلت اعملها مشايه اللي هي بتبقى على باب الشقه دي من بره عشان كنزه. هي دي طبعا كلها كانت حته واحده، وانا قسمتها قطعتين لان القطعتين كان فيهم قطع. بصوا طبعا مش في وضع استعداد ان انا اجيب سجاد، قلت خلاص انا زي انظف واظبط القديم اهو ونعمله بشكل جديد. زي ما انتم شايفين بقى انا عايزه اوريكم، بصوا محدش هيتخيل ابدا ان دي متغلفه اهو. ولو زهقت بقى من الشكل ده ممكن احط لها تغليف بلون تاني. هي كلها افكار بسيطه بس هتجدد لك من ايه من معنوياتك وايه، وتحسي ان انت كانك جايبه سجاد جديد اهو. بصوا بقى انا قربت اخلصها. انا عملت برضو الكشمير شويه وقلت هكمل قطعه معاكم اهو. هنلضم الابره. وهنا بصوا انا بحاول ان انا ايه انهي القطعه اهو، زي ما انتم شايفين انا صباعي اتعور من الابره اهو، بس حبيت اوريكم واشارككم الفكره اهي. فكره حلوه وسهله، وتقدري تغيري من شكل وتجددي من شكل بيتك بحاجات بسيطه وسهله. والفرو ده بيتباع اهو في اي سوق في كل الالوان اهو. بصوا انا عجبني الكشمير بقى جبت منه اهو. تمام كده، انا كده بقى بنهي بقى خلاص كده، دي كده خلاص خلصت. هقطع بقى الخيط واوريها لكم. بصوا الشكل النهائي بتاعها شايفين، والقطعه البيج بصوا وصلتها، وفي قطعه تانية موصوله اهي. بس كنت بفكر اشيل البني احطها هنا والبيج، وبعدين قلت لا خلاص هي كده كده على باب الشقه. طبعا كده وريتكم اللي هي دي بتاعت دي بتاعت على باب الحمام. ودلوقتي هنعمل اللي هي الكشمير اللي هي بتاع اللي هحطها في الصالون. بصوا عايزه اوريها لكم الوش، طبعا بصوا شكلها ناعم وجميل ازاي اهو. كل دي حاجات من امكانيات البيئه اهو. فاضل لي الحته دي بس هقفلها. طبعا الشكل النهائي باين قدامكم اهو.
هوريكوا برضو. انتي بتشدي بقى القماشة كده وبتمطيها اهو، وبتبدأي بقى تمسكي الحرف تاخديه بقى خياطة من اوله لاخره بالمنظر ده اهو. بس يا جماعة عايزة اقول حاجة، كل اللي بيشوفني بعمل سجاد ولا مش يجيب لي او بجدد في جزم او احذية او حاجات او شنط، مش يجيب لي الشنط القديمة عندهم وخدي اعملي. انا والله مش بقدر اخلص اجراءات القناة، يعني انا مش نافع ان انا اعمل حاجة غير الحاجة اللي انا بعملها للقناة. يعني ما ينفعش اصلا اقعد اجدد شنط لحد بحجة طب خديه اعمليها في القناة. طب ما انا عملت الشنط وتجديد الشنط في القناة، مش عايزة اعمل حاجة وتضيع وقتي اكتر ما هو وقتي انا ضايع. يعني كل اللي يشوفني بعمل حاجة خدي اعمليها، خدي اعملي لنا ملاية رمضان، خدي مش لاحقة بصراحة اخلص شغل بيتي واجراءات القناة وفي نفس الوقت اراضي كل اللي حواليا اللي شايفيني بعمل حاجة يبقى لازم تعملي لنا، لازم نستغلك. والله ما عنديش وقت، انا بواصل الليل بالنهار اهو كده. بصوا انا كده دي اخر قطعة بقى في الايه في السجاد بتاعنا اهو. بس بصراحة الشكل اتغير تماما، يعني عايزة اوريها لكم كده. بصوا الشكل اتغير تماما مع السجاده دي، انا وريتها لكم، دي كنت بحطها في البلكونه فكانت بتلم وبر جامد قوي ما باجي انشر الغسيل او حاجه، وكانت كلها فتل، فقلت خلاص انا هغلفها، فغلفتها بقى معاكم. والتانية غلفتها بقطعه من اللون الرصاصي فرو برضو بس لونه رصاصي، عشان البلكونه حمراء فاللي قلت اللون الرصاصي يعني لايق مع البلكونه. بصراحه كنت عايزه اصورها واوريها لكم، بس حسيت اني يعني ان هي كبيره وخدت مني وقت جامد، فقلت خلاص هعمل لكم الفكره بس في قطعه منها صغيره. تمام كده اهو كده بنهي بقى. طبعا لازم يعني في نهايه الشغل لازم تظبطي الشغل كويس قوي عشان ما يفكش معاكي اهو. بوصل بقى الجزء ده بالجزء ده اهو، بقفله من هنا. شايفين الفكرة حلوة وسهلة وبسيطة وتقدري تعمليها. عندك بقى فكرة عايزة تحطيها مثلا على بصوا اهي بقت بالشكل الجمالي ده، شايفين شايفين، انا حاسة ان الكاميرا والله ظلماها. بصوا اللون جميل جدا جدا، يعني كده عملنا دي الكشمير وعملنا البني وعملنا الحمرة بشكل الخيامية لحد كده بقى. اقدر اقول لكم الفكرة بتاعتي حلوة واتمنى تجربوها. وهنا بقى كده اقدر اوريكم ما شاء الله عملت حوالي 4 دواسات بالشكل الجديد ده، طبعا بالشكل الرمضاني زي ما انتم شايفين، 2 اهم بالشكل الرمضاني، والاتنين دول دي هحطها في الصالون اللي عند باب البلكونة، المكان كبير فعايز محتاج دواسة خاصة كده. بقى اقدر اوريكم ان احنا جددنا من الدواسات بتاعتنا والسجاد بتاعنا عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم بخير، ما تنسوش تشتركوا في القناة، وباي باي، سلام عليكم.